أنا شوية متشائم صراحة فيما يخص القراءة. لحد الآن مازال ما وصلناش لواحد المستوى اللي فعلا الكتاب عنده مكانته وكذا وكاين إقبال حقيقي عليه. بالإضافة لأنه يعني هذا الشيء ما يمكنش يتم إذا ما كانش واحد التغيير جذري في المنظومة ديالنا التربوية، لأنه الثقافة كتبدأ من المدرسة، الشهوة للقراءة كتبدأ في المدرسة. هذا الشيء إذا ما كانش يعني هذا واحد التغيير حقيقي في المنظومة ديالنا التعليمية، ما غادي يعني الشباب كيطلع ما عنده أي معرفة بهذا الأدب المغربي الأخير. مثلا هذا الشباب اللي كنشوفوهم قول لهم شكون هو عبد الطيف اللعبي، ما غادي يعرفوش شكون هو محمد شكري، يمكن شي شويه. هذا هو المشكل ديالنا. علاش؟ لان المدرسه ما واقفه ما قايماش بالواجب ديالها يعني في تربيه الذوق للقراءه والمعرفه الى اخره. لا هو يعني نجوان درويش يعني هو انسان صريح جدا، ما يعني كاين الناس اللي تيجيو يعني داريو المشاعر وكذا الى اخره. هو عنده واحد اللغة ديال الحقيقة، الأشياء اللي يعني اللي هو عنده قناعة بها تيقولها بكل بساطة بكل صراحة، وهذا ما يفتح يعني النقاش والحوار الحقيقي. ماشي هو كتقول أشياء اللي هي الجميع متفق حولها، لا، أحيانا تتشوف الواقع بواحد الجانب مختلف اللي تيفتح آفاق نوافذ على واحد الوعي جديد. هذا هو اللي مهم عند نجوان درويش وعند الجيل ديالو، لأنه الجيل اللي سبقه ديال محمود درويش وسميح القاسم يعني كان جيل مهتم أساسا بالقضية ديال الشعب الفلسطيني، ديال بناء الهوية الفلسطينية إلى آخره. إذا كان شعب ديال المقاومة يعني أساسا، بينما هذا الجيل سيعيش في واحد الأوضاع مختلفة جدا. احنا كنشوفوا الاوضاع ديال الشعب الفلسطيني مشتت، الهجمه ديال اسرائيل يعني الهجمه يعني مكثفه يعني، فهنالك كذلك الشعب مشتت عبر العالم. يعني تجد شعراء فلسطينيين يعيشون في السويد في 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 استراليا وغيرها يعني من البلدان. اذا هذا الشيء كله تيخلق واحد الوعي جديد، ماشي اللي كان مثلا الشاعر الفلسطيني عايش في بلاده رغم الاحتلال الى اخره وتيعبر على الاستنكار ديالو. لا يعني هذيك هذه الاوضاع تتخلق عند الشاعر كذلك واحد الاحاسيس مشاعر واحد اللي هي مختلفه عن الجيل السابق، انه المخيله ديالو كذلك لانه تعيش في واحد الواقع اللي هو مختلف جدا. اذا هذا الشيء كيكون عنده تاثير على المخيله ديالو وعلى الثقافه ديالو ايضا. الانسان اللي عايش مثلا في المانيا سيكون يعني الثقافه الالمانيه ستعطيه شي حاجه ايضا على سبيل المثال. اذا ما تبقاش فقط يعني في اطار واحد الثقافه واحده، يعني تعدد الثقافات سيولي واحد الافق رحب بالنسبه ليه، وهذا سيأثر على الكتابه ديالو وعلى الوعي ديالو.